ينضم معنا عبر الهاتف من عمان من الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة غدام فالح الكبيسي. دكتورة مرحبا بك. خبراء اقتصاديون يقولون إن الموازنة أجبرت المواطن العراقي على دفع الضرائب لسد رواتب الموظفين، كيف تنظرين إلى دور الحكومة في بغداد في تأمين الموارد لسد عجز الموازنة؟ نعم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في حقيقة الأمر الحكومة تبرر هذا الكلام تحت اصطلاح الاستدامة المالية، ونقصد بذلك هي قدرة الحكومة في المحافظة على تدفق الإيرادات واستمرار نفقاتها بشكل يحقق كل المطلوبات والمدفوعات من الإيرادات الغير نفطية. وهنا ما دمنا في صدد الإيرادات الغير نفطية، إذا سندخل بشأن أو بموضوع هي الضرائب بكل أشكالها المباشرة والغير مباشرة التي ستقع على عاتق المواطن. وهنا فسرت الدولة على أساس أنها تعتمد نعم 94% على إيرادات النفط، ولكن أيضا في هذه الحالة نتيجة لما وصل إليه العراق اقتصاد العراق في هذه السنة هي موازنة تقشفية، كان لها أن تنظر إلى أبعاد أخرى، أبعاد جديدة، وهي الإيرادات الغير نفطية، منها فرض نسبة محددة من دخول المواطنين بين 3 إلى 15%، منها أيضا تقوم بفرض ضريبة على تذاكر السفر، السفر للخارج يختلف عن السفر للداخل. هل بالفعل موارد العراق سواء النفطية وغير النفطية لا تكفي فعلا كموازنة دولة كبيرة كالعراق؟ لا، في حقيقة الأمر هي تكفي، أكيد تكفي لو كان المخطط والمشرع لهذه الموازنة قد عمل بشكل صحيح وقد عمل بشكل دقيق، وبالتالي فإن نستطيع احنا ان نتراجع عن هذه الفكره وهي فكره الضرائب الغير مباشره. ولكن لا ننسى نحن هنا تحت فقره مهمه، اننا اخذنا قروض من صندوق النقد الدولي، وهذا جزء من برنامج صندوق النقد الدولي هو ان يتم فرض ضرائب على المواطنين، وبالتالي بشكل مباشر او غير مباشر حتى تستطيع الدوله ان تستحصل ضرائب أو إيرادات من غير النفط من قبل المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا ما قد لم يطرأ في بال البعض أو في واضعي السياسة في أول الأمر في السنوات السابقة، عندما كنا نشير دائما أن صندوق النقد الدولي سيتم أو سيفرض في مستقبلا بنود كثيرة وشديدة وسيقع عاتقها على المواطن العراقي، وها هنا بدأت تظهر هذه بشكل واضح وجلي. ما علاقة العجز في الموازنة بلجوء الحكومة في بغداد إلى خصخصة الكهرباء والماء وغيرها؟ نعم، في حقيقة الأمر يشار من قبل المسؤولين في مجال الخصخصة، أيضا هذه الخصخصة هي جزء من فكرة صندوق النقد الدولي، وإن كان لا يشار إليها بشكل واضح في الإعلام، ولكن هو هذا جزء من برنامج صندوق النقد الدولي. يشار من قبل المسؤولين أن التخصيصات التي تم وضعها لقطاع الكهرباء بلغت حوالي 12 مليار دولار، وأن المستحصل من إيرادات هذا القطاع هو حوالي 844 مليون دولار، وبالتالي فهذا لا يكفي كإيرادات أيضا غير نفطية التي تقع تحت اصطلاح الاستدامة المالية التي أشرت إليها في أول كلام. نعم. الآن للبحث عن حلول لخروج العراق من أزمته الاقتصادية، دائما ما تلجأ الحكومة إلى الاقتراض وزيادة الديون، بينما هناك أمر متاح ويعني ربما تغض الطرف عنه، يعني وهو إقامة وبناء المصانع وتشغيل الشباب وفتح المنشآت. يعني هل هذا الأمر غائب عن الحكومة؟ هو في حقيقة الأمر غائب عن الحكومة، يبدو ذلك، وغائب أيضا في الموازنة، حيث لا يوجد هنالك تخصيصات وظيفية للشباب أو حتى لتخصيصات وظيفية التي ينتهي مسؤولة أو ينتهي شغل ذلك المنصب. أشير إلى أنه لا يتم فتح هذا المجال مرة ثانية أو هذه الدرجة الوظيفية مرة أخرى. كذلك هذا أيضا جزء من الفكر الكلي اللي دخلنا به في مسألة صندوق النقد الدولي واقتراضه، الاقتراض من عنده، لأنه أيضا هو يجبر
بسياساته على أن يقلص البلد من حجم الوظائف التي يعمل على خرقها، وهذا هو ما سيحدث بالنسبة لنا، إلى أنه ستزداد المشاكل شيئا فشيء. وكل ما أخذ بنظر الاعتبار في الموازنة على أساس تحت عنوان الاستدامة المالية أو الإيرادات الغير نفطية من الضرائب وإلى آخره، سوف لن تجدي هذه نفعا في بلد خيراته كثير، يوجد من خيرات كثيرة فيه، وكذلك يوجد هنالك الكثير من المشاريع والاستثمارات لو أنيطت بشكل صحيح إلى أناس يستطيعون أن يعملوا على وضع الخطط المناسبة واتخاذ الخطوات الصحيحة لانحلت هذه المشاكل دون اللجوء إلى جهات أجنبية أو إلى إيرادات أخرى كما التي ذكرناها. من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة خداب فالح الكبيسي، شكرا جزيلا لك.